في آخر محطتنا لهذا الصباح نتعرف على مشروع الترفيه الآمن للطلبة في المرحلة الأساسية من خلال توفير مساحات ترفيهية آمنة وتفاعلية في أي مكان يمكن استهدافه لمساعدة الأطفال على الحفاظ على النشاط البدني للأطفال والاعتماد على الألعاب الترفيهية الآمنة والهادفة، حيث أن توفر مساحات ترفيهية آمنة وتفاعلية في أي مكان يمكن استهدافه، وعلى أن أنها تسعى للترفيه وممارسة حق الترفيه. أيضا ديالة في هذه الفقرة نستضيف معنا عبد الله قدح، هو مدير هذا المشروع ومدير مشروع الترفيه الآمن للطلبة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم. يعني بداية نحكي شو هو الترفيه الآمن للطلبة للمرحلة الأساسية؟ تمام، يعني بداية شركة مورفن هي تشتغل في مجال مدن الألعاب المتنقلة الآمنة. كان في تعاون مع وزارة التربية والتعليم لاستهداف طلبة المرحلة الأساسية. الاستهداف هذا كان بناء على الإشكاليات اللي مؤخرا حدثت في العديد من الأماكن، خصوصا الأماكن الترفيهية التقليدية. الوزارة بالطبيعي بسبب شكاوى الأهالي كانت بتروح باتجاه إلغاء الرحلات، لكن هم راحوا باتجاه مختلف، كانوا بفكروا كيف ممكن يكون في بديل للطلبة لنحافظ على مساحتهم وحقهم في اللعب والترفيه، خصوصا هاي المرحلة العمرية. من هون كان شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم لإقامة مدينة ألعاب مورفان في كل محافظات الضفة الغربية. طبعا لما بنحكي عن إقامة المدينة احنا بنحكي عن تجهيز مساحات بالكامل. ألعاب مورفان هي بالأساس طبيعتها متنقلة، ممكن إقامتها في أي مكان. الفريق اللي بيرافق المدينة كمان هو قادر أنه يديرها خلال هاي الفترة. ومن هون إحنا تواجدنا في كل المحافظات، استقبلنا أكثر من 50,000 طالب في كل مدارس الضفة الغربية. يمكن في منطقة واحدة الظروف الجو ما ساعدتنا أنه نروح باتجاهها، لكن خلال العام القادم إن شاء الله رح يكون التعامل مع المشروع أيضا بطريقة هالقد قادرة تستوعب أعداد أكبر من طلبة المرحلة الأساسية. شو بيختلف الأسلوب اللي أنتوا بتتبعوه والمدينة الملاهي اللي بتتبعوها عن مدن الملاهي المعتادين عليها إحنا بالعادة؟ هلأ إحنا بنحكي عن مستويين. المستوى الأول مرتبط في الأمان، بمعنى مورفان هي بتقدم فقط الألعاب المطاطية اللي بنصطلح عليها إحنا على أنها الألعاب الهوائية، لكن بمستوى مختلف تماما عن الترفيه، بمعنى هي ترفيه وترفيه هادف. ليش؟ لأنه الطفل بيدخل في عملية من الترفيه كمان فيها مواجهة لمجموعة من الإشكاليات والتحديات اللي هو المطالب أنه يجتازها. ومن هون إحنا بنقول قديش هذا الترفيه بيساعده على حل المشكلات وبعزز نوع معين من المهارات الحياتية عند الطفل، بالإضافة هي بتحافظ على النشاط البدني والحركي اللي كمان يعني علميا هي بتساعد او بتعزز قدرات العقليه. من هون على مستوى الامانه بنحكي عن العاب مطاطيه وبتحتوي على مجموعه تحديات. المستوى الاخر هي البيئه اللي بتنقام فيها والفريق اللي بيرافقها، بمعنى البيئة اللي بتنقام فيها هي بيئة خضراء بالكامل، بمعنى احنا كنا بنستخدم الملاعب الخضراء في كل المحافظات. ايضا الفريق عندنا الفريق بالكامل هو عضو في في شبكه اياب العالميه اللي هو متخصص مجال الترفيه الامن. عندنا اكثر شبكه مورفان هي اكثر من 250 شاب وصبيه اللي موجودين في كل المحافظات يديروا هذا النوع من الفعاليات، وهم مدربين على التعامل مع الالعاب ومع الاطفال على كيف ممكن نحافظ على هي المساحه الامنه. يعني الفئات في هذا هي فقط للمرحله الاساسيه، يعني مين الفئات المستهدفه في هذا المشروع؟ ألعاب مورفان هي بتستهدف كل العائلة الفلسطينية، بمعنى الأطفال بيلاقوا مساحتهم، الشباب بيلاقوا مساحتهم، والعائلة بشكل عام هي بتلاقي هاي المساحة. بمعنى اليوم اللي احنا بنحكي عنه هو مشروع مشترك مع وزارة التربية والتعليم، ولكن مورفان اشتغلت مع طلبة المدارس داخل مدارسهم، كل طلبة المدارس، يعني بنحكي عن صف أول لتوجيهي، بنحكي عن المساحات اللي انعملت في البلديات. احنا اشتغلنا مهرجانات ضخمة في بلديات زي بلدية الخليل وغيرها من المهرجانات اللي كانت للأطفال والعائلة، فهون الأهالي شافوا قديش أهمية ينخرطوا مع أطفالهم في موضوع اللعب والترفيه، وهذا له أهمية أخرى على العلاقة ما بين الطفل وأهله. والمستوى الأخير اللي احنا رايحين عليه في 2019 احنا رايحين على Family Day Friday في الجامعات، بمعنى رح يكون في عنا أيام ترفيهية
في الجامعات، الهدف منها ليس فقط ترفيهي، الهدف منها كيف ممكن الجامعة تلتقي مع كل مكوناتها اللي إحنا اليوم نصطلح عليه اللي هو ملتقى الخريجين أو اللقاءات السنوية اللي بتعملها الجامعات، لكن في أغلب الأحيان بتكون رسمية وتقليدية. اليوم إحنا بنفكر مع التربية والتعليم والتعليم العالي بشكل أساسي الأنشطة في الجامعات، رايحين على الفاميلي دي في الجامعة بحضور طلب الحاليين، طلب الخريجين والفريق الأكاديمي وعائلاتهم، وقديش ممكن نخلق من مجتمع الجامعة تفاعل ما بين كل مكوناته. فمورفان هي بتستهدف أكثر من مرحلة عمرية. صحيح. نعم، خلينا نحكي عن الصعوبات والتحديات اللي واجهتوها لما بلشتوا بإنشاء هاي الفكرة. يعني الإشكالية كانت في البداية من ناحية أنه هذه الفكرة جديدة، بمعنى قديش الناس عندها قدرة تتعاطى مع فكرة جديدة، وخصوصا أنه في صورة سابقة بتقول أنه الترفيه صار اليوم خطر، الرحلة اليوم صارت خطر، فمن هون صار في قديش الأهالي تفاعلوا مع الفكرة. لكن بالنسبة إلنا تجاوزناها بالنموذج الأول اللي انشغل في أول محافظة، والناس شافت مستوى الأمان الموجود، ومن هون المدارس والمحافظات الثانية راحت باتجاه الموضوع. الأمر الآخر هو مرتبط في الاحتلال وقديش قدرة الناس على التنقل، لهذا السبب مورفان إضافة في هاي الزاوية، لأنه إحنا مش مطلوب من طالب صف أول ولا رابع أنه يطلع من محافظة الخليل يجي على رام الله عشان يجي على رحلته. هو بده يجتاز كل هاي العملية بكل مخاطرها اللي بترافقها، سواء الجو أو الاحتلال وغيره من العوامل. لهيك سياسة وزارة التربية والتعليم واضحة أنه طلبة المرحلة الأساسية رحلاتهم داخل المحافظة، فهون إحنا كنا قادرين نلبي هذا أو نكون متوائم مع هاي السياسة ونقيم المدينة داخل المحافظة، فبتصير عملية التنقل والترفيه كمان مساندة على مستوى الأمان. بالنسبة لإمكانية الوصول للمناطق الفلسطينية الأخرى وخصوصا المهمشة. صحيح، هذا من الإضافات اللي إحنا بنفتخر فيها في مورفان، إنه عندنا قدرة نقيم مدينة الألعاب في كل مكان. بمعنى اليوم فريق مورفان، سواء أرضية مورفان سواء الألعاب، طبعا بنحكي عن الألعاب هي بتتجاوز الست دونم، يعني بتحكي عن أكثر من 6000 متر اللي بتنقام عليها مدينة الألعاب. إحنا عندنا قدرة نقيمها في كل مكان، وهي أشبه في الليجو، يعني التراكينج متتابع من الألعاب. أنت بتقدر تقيمها في مساحة في منطقة أو بلدة صغيرة، المساحة اللي عندها تقتصر على شيء صغير جدا، وممكن تقيمها على مساحة ممكن تتعدى 6000 متر. نعم، جميل. يعني خلينا نحكي، كيف بتشوف إقبال الأهالي والأسر والأطفال على هذا المشروع؟ هلا من الفترة الأخيرة احنا كنا سعيدين في قديش الأهالي تفاعلوا على مستوى الأهالي مع أطفالهم، لأنه العادة بتقول وما جرت عليه العادة إنه احنا بننتظر أطفالنا لحد ما يروحوا على الألعاب، بنكون ننتظر فيهم، بنهوا بعد ساعة وبننهي عملية الترفيه. اللي احنا بنفكر فيه في مساحاتنا كيف ممكن الأهالي ينخرطوا مع أطفالهم في هاي العملية. وهون في بعض المناطق كان في لنا تجربة جيدة في الخليل مثلا، كان أعداد الأهالي اللي كانوا موجودين في الساحات مع أطفالهم أكثر من الأطفال أنفسهم. وهون بالنسبة لنا قديش كانت مورفان هي بتجذب الأهالي كمان علاوة على جذبها للأطفال. وفي قبل فترة قصيرة في سيدة شيرت صورة لواحدة من ألعابنا موجود ثلاثة من فريق مورفان بيتابعوا طفل واحد. بمعنى قديش هاي كانت رسالة مهمة للناس، إنه الناس صارت بتعرف إنه هاي المساحة فعلا آمنة، لأنه في يعني فريق هالقد مهتم في إيجاد مساحة آمنة لكل طفل موجود حتى وإن كانت الأعداد ضخمة في المساحة. جميل. يعني أنا بتمنى أرجع أصغر أو لا، وأنتوا حكيتوا فيه إن شاء الله في الجامعات خلال الفترة القادمة. صحيح، أكيد. يعني بهذا الخصوص بتعرف ممكن هذه الفكرة أجت كمان لأنه في كتير صار من الحوادث في مدن الملاهي. صحيح. فهذا ممكن شوي يطمن الأهالي أنه في ممكن الأطفال يلعبوا وهم عادي، ما يكون يعني بيكونوا مهتمين وبتطلع عليهم، بس بيكونوش خايفين أنه ممكن يصير لهم إشي نتيجة. صحيح. المنتفخات هاي، لأنه كل الأطفال بتالا بحبوها يعني للمنتفخات. أكيد نحكي مشاريع وشركات العام القادم. هلا احنا بداية انا بحب اشكر كل شركائنا، يعني سواء شركة جوال او يونيبال او سويت لاين، العديد من الشركات اللي كانت شريكة لنا في هاي المشاريع مع وزارة التربية والتعليم، والعديد من المؤسسات اللي احنا رحنا معهم خلال 2018. خلال 2019 احنا رايحين باتجاه
ثلاث مشاريع رئيسية. المشروع الرئيسي المرتبط مع وزارة التربية والتعليم هو يوم العائلة في المدرسة، راح يكون اللي هو احنا بنتفق عليه اليوم المفتوح في المدرسة، راح يكون يوم عائلة في المدرسة. كمان راح يكون في عنا الترفيه لطلبة المرحلة الأساسية، راح يكون مشروع يبدأ من شهر 9. راح يكون في عنا الفاميلي داي فرايداي، هو راح يتم إقامته يوم واحد في كل جامعة، بتندعى عليه كل مكونات الجامعة وطلبة الجامعة. أيضا احنا رايحين باتجاه مساحات مفتوحة للناس مع البلديات، بمعنى راح يتم الاتفاق على مهرجان العائلة والطفل في كل بلدية، راح يتم إقامته لمدة 3 أيام على الويكند على نهاية الأسبوع، اللي الناس كمان كلها تكون قادرة تنخرط في نشاطات ومساحات الترفيه الآمنة للمورفن. نعم. يعني ما بتحاولوا انكم توصلوا لمناطق مهمشة، خلينا نحكي، ويعني أكيد في صعوبة للوصول لهي المناطق، بس ما بتفكروا انكم تروحوا وترفهوا أيضا عن الأطفال الموجودين في هاي المناطق المهمشة؟ خلال الفترة القادمة راح يكون في تعاون مع مجموعة من المؤسسات، جزء منها المؤسسات أو الداعمين اللي يعني بيهتموا في المناطق المهمشة وعندهم مشاريع قائمة اليوم في هذه المناطق. احنا عم بنفكر شو نوع الشراكة اللي ممكن تنقام معهم حتى يكون في لنا مساحات موجودة في مناطق مهمشة وبعيدة، يعني إمكانية وصولهم للأماكن الترفيهية هي صعبة. احنا دائما منفتحين أمام كل الشركاء للتفكير معهم لإقامة مدينة العاب مورفن في هذه المناطق. أكيد. شكرا لك عبد الله قدح، مدير مشروع الترفيه الآمن. كل الشكر، يعطيكم العافية. ننتقل مشاهدينا لفاصل ونروح تالا بعدها لفقرة لوجين.